اهلا وسهلا باستاذ رمزي نجار. بشكرك على المقدمة، فيها العناية وفيها كرم كثير يمكن ما بستاهله. تستاهل وبزيادة، حللت ضيفا كريما علينا استاذ رمزي. فورا رح ندخل معك عن كتابك اللي اصدرته حديثا، وجهة نظر وسفر. وجهة نظر بشو والسفر لوين؟ هي مش مجرد خليني اقول تلاعب على الكلام بقدر ما هو عناية في مثل ما سميتيها انت الكتابة الابداعية. وجهة نظر يعني هو رأي. نعم. وبالتالي في بالكتاب استعراض لآراء عديدة. نعم. ومنها استولد رأي خاص بموضوع الإعلام والتواصل وعلاقتهم بالفرصة المتاحة امام الربيع العربي اللي عم نعيشه هلا، وكتار منا ايدهم على قلبهم اذا رح يكون ربيع ولا رح هلا رح نحكي بالتفصيل. ووجهة السفر لأنه بالكتاب في محاولة علمية رصينة باستشراف ما يمكن اعتباره المستقبل في العقدين المقبلين، وما يمكن أن يسفر عليه هذا الربيع العربي بالنهاية من تغييرات في الدول التي تعيش اليوم هذه التجربة. أستاذ رمزي، بيقدر الواحد يستشرف المستقبل؟ إذا علميا إيه، يعني لحتى نكون واضحين مع المستمعين، بعيدا جدا لا عن ضرب المندل ولا عن موضوع التبصير، نحن عم نحكي استشراف بمعنى قريب جدا لدراسة الجدوى الاقتصادية. نعم. لكل شيء له علاقة بالعلم يلي بيقول إذا أنت ثبتت إحداثيات علمية موضوعية معينة تقدر تدرس بطريقة رياضية علمية موضوعية شو هن ذيول ونتائج الممكنة والمفترضة أن تتم إذا تأمنوا الإحداثيات بشكل إيجابي، أو إذا لا سمح الله ما تأمنوا بشكل سلبي تقدري ترسمي صورة من الافتراض العلمي القائم على ما يعرف بالسيميليشن أو دراسة الجدوى يلي عضو أن نتمنى أنه هذا الربيع يأتي بجدوى. هل الكتاب ممكن أنه نعتبره خارطة الطريق لكيفية أو على ما سيكون عليه الإعلام بالمستقبل، وبتعتقد لازم يلحقوك؟ هذا وجهة النظر. يعني أنا اللي مجرب لك سبب ليش يعني قررت أنه أصدر هالكتاب، رغم أنه كان صار لي أكثر من 10 سنين عم بشتغل على موضوع أنه يكون فيه مرجع بالإعلام في العالم العربي بدون ما يكون في شيء بذهني انه ممكن يصير واللي صار اللي هو الربيع العربي. فاجا الربيع بشكل يدفشني لاني ثبت نظريتي قبل ما اكتبها. يعني نظريتي كانت قائمة على انه نحن في العالم العربي نعاني من عدم وجود ديمقراطية اصيلة مثل ما بنعرف، علما انه الديمقراطية كما يعرفها اصحابها تقوم على 4 دعائم، او بالاحرى على 4 دعائم. الدعامة الأولى هي السلطة التشريعية، الدعامة الثانية السلطة التنفيذية، والقضائية السلطة الفاصلة أو القضائية، والرابعة اللي أنتوا أرباب السلطة الرابعة. أنا برأيي السلطات الثلاثة الأولى للعالم العربي صعب كثير إنه يكونوا هن عامل التغيير، لأنه بدهم تراكم حضاري، بدهم نضج. اليوم عم بتشوف إنه الإعلام عم بيلعب الدور. هذا اللي صار، يعني اليوم لما شفنا انه التفاعل يلي كان عم بتم ادى الى تداعي والى ناس تنزل على الشوارع والى مظاهرات سلميه والى تعبير عن اراده جماعيه كلها كانت تتم بالتداعي بواسطه وسائل الاعلام الحديث يلي هي شبكات التواصل الاجتماعي، وكلها كانت تتم بطريقه مرتكزه اصلا على الاعلام. تعتقد هذا المشهد اللي عم نشوفه اليوم بعالمنا العربي رح يتطور ولا ممكن يرجع لورا؟ هدف الكتاب انه يتطور الى ان يصبح الدعامة التي تستدعي الدعائم الثلاثة الناقصة ليصير فعلا حكم الشعب من الشعب، مش حكم ديكتاتوري يستغل بس الشعب. اهم فكرة حاولت انك توصلها استاذ رمزي النجار من خلال كتابك وجهة نظر وسفر، شو هي؟ يعني هي لقلك متعددة مشانك اذا بدنا الزبدة بيت الاصيل في هدفين اساسيين، يعني مثل ما هو العنوان وجهة نظر ووجهة سفر، لأنه الكتاب له عنوان فرعي اسمه الإعلام التواصل والربيع العربي. نعم. إذا الكتاب عنده هدفين، الهدف الأول هو محاولة رصينة جدا لنوع من دراسة عميقة ولكن سهلة القراءة حتى من قبل غير المختصين لنشوء وارتقاء الإعلام في العالم، ومقابلة نشوء وارتقاء الإعلام في العالم العربي. يعني وهذه وداد بقول لك بصراحة كانت مفاجأة إلي إنه أنا ما لقيت حتى في الأدب الأجنبي الاستشراقي ولا في أدبنا المحلي أي مرجع أو كتاب يؤرخ لهذه
المرحلة، علما أنه كتابي مش تاريخي بقدر ما هو استعراضي، وهو بذات الوقت علامات فارقة. يجب وأظن كل إنسان بحب يعرف أنه كيف نشأ الإعلام، كيف الإنسان توجه إلى الإعلام في المطلق، وكيف بعدين هذا الإعلام وصل إلينا نحن في العالم العربي. أنا بدي ضل مع الكتاب أكمل لك الهدف الثاني. هذا الهدف الأول. الهدف الثاني هو استشراف المرحلة المقبلة عن طريق دراسة موضوعية علمية لما يمكن أن يكون عليه العالم العربي من خلال 6 دول اخترتها بعيني اللي هي تشهد ربيع عربي حاليا، لكي نستشرف مستقبلها بحال مشيت على الطريق السليم، ولا سمح الله السيناريو الآخر بحال جنح على السكة السيئة. أهديت الكتاب إلى جيل الشرق الجديد، الشرق الذي يجب ألا نضيعه من أيدينا كي لا تكون خيبتنا أفظع من تلك التي عاشها الجيل السابق. إنها الخيبة نفسها التي دفعت خليل حاوي إلى الانتحار. أولا رمز النجار، عندك إحساس إنه هذا الشرق هو على وشك أم يضيع؟ ثاني شغلي، خليل حاوي الشاعر الذي انتحر وكان أستاذك بالجامعة الأمريكية، وما اللي قام به خليل حاوي أثر فيك كتير جدا ولا يزال ولا يزال. أنا بالنسبة لي لنبلش بالتفاؤل، أنا بالنسبة لي اليوم ما يحدث ممكن أن يكون إمكانية لا إيجابية كتير كبيرة ينتظره هذا الشرق، ودفع ثمن كتير غالي. مش خايف على ضياع الشرق؟ خايف أكيد، هذا غير موضوع. أنا أكيد أني خايف لأنه في تجاربنا السابقة نحن مختصين بإضاعة الفرص، نعم، وبالتالي هذا شيء بيخلق هيجس الخوف. ولكن المعطيات اللي اليوم حدثت وغيرت أمور ما كانت واردة. يعني أنا لو قلت لك قبل كانون الثاني 2011 ممكن أن يحدث ما حدث في تونس وفي مصر وفي اليمن وفي سوريا وإلى آخره، كنت بتعتبر أنه هذا حلم غير قابل لأنه واحد يفكر فيه، مش لأنه يحدث واقع. إذا في شيء يحدث هذا جيد أو غير جيد هذا غير موضوع، ولكن مجرد أنا أؤمن بما يعرف بدائرة التغيير. يعني عندما يبدأ موضوع النشوء والارتقاء بالتفاعل، في تماما التشبيه هو مخاض، وهذا المخاض ممكن أن يأتي بولد ملائكي ويمكن أن يأتي بمثل ولد عجيب أو بمثل، ولكن قدرة التغيير أثبت العربي بعد ما كثير يأسوا منه وبعد ما كثير شالوا منه إمكانية أنه يحدث أي ردة فعل أو فعل أو تغيير أو ثورة أو على القليل تمرد على واقع مرير، أثبت أنه عنده هالمقدرة، والدليل بلاش نشوفه هلأ كيف يوظفها بطريقة لا تضيع في أقنية الفوضى وفي أقنية العودة إلى الضياع، هذا موضوع التحدي. للجيل اللي عم بيسمعنا وما بيعرفوا شو يعني جيل الخيبة، شو بتقصد بالخيبة إذا بدنا نقلهم؟ يعني أنا بقول لك الخيبة عكس ما هيك المتشائمين بقلوها، ما حدا بحس بالخيبة إلا إذا بيستحق أكثر. يعني كنا بنستحق؟ أكيد لو ما بتستحق ما بتحس بخيبة. يعني اللي قابل واقعه وقابل إنه يكون مهمش أو مسحوق أو مهزوم أو مستغل، هيدا ما منه أمل، وبالتالي ما بحس بالخيبة، بيعتبر إنه هيدا الحياة الطبيعية تبعه. الخيبة بتيجي فقط للأشخاص اللي عندهم في طموحهم وفي تطلعاتهم أكثر بكثير من واقعهم المرير. هني هلأ الجيل اللي هذا جيلنا نحن اللي عشناه بمبدأ أنه ربينا على هزائم غير مبررة. يعني أي مكتب مراهنات إذا تجي بتقولي بهديك أيام 100 مليون عربي مقابل عدو حديث بمعنى انه معتدي، يعني حتى بسلوغانات كنا عنا خايبة. يمكن هذه المشكلة الأساسية انه نحن بلاغيا اشتغلنا شاطرين بالحكي، بس عمليا كان نقصنا يلي نتمنى انه نكون هلأ عم نحصل عليه. مين هني تحديدا الفئة اللي بتقصد فيهم جيل الشرق الجديد؟ هني جيل التواصل الإعلامي اللي مانا فيه الانترنت والفيسبوك، صح، يعني اليوم ما بقى عندهم اي عذر يقولوا انه هن مغيبين عن حقائق الامور، يعني ما عندهم عذر يقولوا ما قادرين نشارك ونتفاعل ونتواصل ونقول رأينا ونغير الواقع المرير. صار بمقدرتي، ومشان هيك استشهد بخليل حاوي الله يرحمه، لانه خليل حاوي بالمطلق بقصيدته اللي اقتبست منها جزء من الاهداء كان معتبر انه واجب الاجيال ان تكون جسور أو جمع جسد. بركي بنخبر الجيل الذي لا يعرف من هو خليل حاوي، هو الذي انتحر أثناء دخول جيش. خليل حاوي هو شاعر ومفكر عالمي، لأنه
كتبه ومؤلفاته ونظرياته لا تزال